اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، كريم سعيد واحمد ثابت. ازيك يا كريم؟ ازيك يا كابتن اسلام، مساء الخير كابتن اسامه، مساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء النور على حضرتك، وسعيد بتواجد مع حضرتك ومع كابتن اسامه. اهلا اهلا وسهلا كابتن اسلام. طيب اتفضل. قبل ما ناخد ملوك الشياكه والتحليل، سلام نروح بس لزميلنا امير هشام تاني. مره ثانيه، ومعاه دلوقتي الاستاذ طارق قنديل، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس لجنه عضويه النادي الاهلي، وعاملين هناك شغل بقى اكثر من رائع مع محبي وجماهير النادي الاهلي. اتفضل يا امير. بجد الترحيب بك يا كابتن اسامه وكابتن اسلام، وطبعا زمايلي واصدقائي الاعزاء دكتور احمد ثابت وكريم سعيد، برحب بيهم وبكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. يعني دايما احنا متعودين من النادي الاهلي اللي هو بيستغل اي حدث في مختلف الاصعده اللي بتخص النادي ومختلف الامور اللي ممكن تطور من النادي في جميع الجوانب، وده امر مهم جدا. انا معايا في هذه اللحظات الاستاذ طارق قنديل، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. بس يا وش الساعه العضويه بالنادي الاهلي. يا استاذ طارق برحب بيك في البدايه، وكابتن اسامه في البدايه بيقول لك يا وش السعد. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يا رب يديم السعد كله على النادي الاهلي وجمهوره. تحياتي ليك يا كابتن اسلام، والف مبروك على البرنامج، ان شاء الله يكون فال حسن علينا كلنا وعلى النادي الاهلي. وتحياتي للكابتن اسامه حسني اخونا الحبيب، ودكتور احمد ثابت، والاستاذ كريم سعيد. طيب في البداية طبعا يعني كان في النهاردة اجتماعات مهمة جدا من خلال حضرتك مع الجالية المصرية الموجودة هنا في الإمارات بالتحديد في دبي، يعني للترويج لعضوية النادي الأهلي. عارف ان الاهلي صرف كتير جدا على البنية التحتية، مبالغ كبيرة عشان يكون يعني مستوى النادي الأهلي دايما وجماهير النادي الأهلي بشكل طبيعي. الفكرة جت منين اصلا؟ وانا عارف الاهلي دايما بيفكر بره الصندوق، فكره زي دي جت منين يا استاذ طارق؟ بدايه يعني طبعا الحمد لله غني عن البيان ان اي حد مشاهد للنادي الاهلي بجميع فروعه، ان حصل ثوره انشائيه يعني في عهد كابتن محمود خطيب ومجلس ادارته غير مسبوقه في تاريخ النادي الاهلي. تبع الكلام ده طبعا عندنا ان شاء الله فرع التجمع الخامس اللي هو فرع القاهره الجديده اللي في غضون شهور قليله المرحله الاولى بتاعته تتفتح. فكل الكلام ده بيحتاج مننا طبعا مجهود اكبر في اكتساب مزيد من العضويات للنادي الاهلي. الحمد لله النادي الاهلي دايما هو بايع نفسه كاسمه كعضوياته، يعني حتى في يعني في القاهره دايما عندنا كم من العضويات اسبوعيا، بنعمل مقابلات للناس بحيث ان هو يشتركوا في عضويه النادي الاهلي. بدات جت الفكره كابتن محمود الخطيب يعني دايما في زياراته للدول العربيه، فبيلتقي بكثير من الجاليات المصريه المقيمين هناك. كان بدأوا يتكلموا مع كابتن محمود وطرح الفكرة على مجلس الإدارة إن إمكانية إن يبقى في وفد موجود، وانتهزناها بمناسبة بطولة كأس العالم للأندية إن نكون موجود ومعايا أكون موجود ومعايا الأستاذ محمد رمضان نائب مدير الاشتراكات، والأستاذة مريان نائب مدير إدارة التسويق، بحيث حملة ترويج كاملة إن شاء الله للعضوية، ومقابلات تم تحديد موعدها مع الجاليات المصرية. برضو كان الطلب برضو ليه اساس ان هم بيتكلموا مع كابتن محمود الخطيب قبل كده ان معظم اجازاتهم بتكون في الصيف، وفي نفس الوقت الفتره دي احنا المفروض من اول ابريل العضويه في فرع القاهره الجديده والشيخ زايد هيتم زيادتها طبقا لاخر موافقه خدناها من الجمعيه الاميه. فبالتالي جت فكره ان احنا يعني عايزين برضو نساعد الناس ان هم يلحقوا قبل الزياده في الاسعار في العضويه، وفي نفس الوقت فكره جديده من نوعها ان نبدا نلتقي بالمصريين اللي في الخارج نسهل لهم الدنيا في عضويات النادي الاهلي. النهارده كانت البدايه، كان في النادي المصري القاهري رئيس مجلس اداره المهندس ابراهيم ابو عجيله، وطبعا كان معاه الاستاذ عبد الفتاح اسماعيل الاهلاوي المعروف يعني قطب النادي الاهلي الموجود في الامارات، يعني كانوا محددين مواعيد. وبدانا النهارده بمجموعه من خلال النادي المصري القاهري، وفي مجموعه لقاءات ان شاء الله ومواعيد اخرى خلال الايام الجايه. النادي المصري القاهري اللي هو في دبي بكره برضو وبعده ان شاء الله في دبي، وبعد التحرك برضو اعلن عنه للجميع بالمواعيد المسبقه اللي هنكون موجودين فيها.
طبعا دي برضو بادرة كان ليها رد فعل جميل جدا من المصريين، يعني هو محتاجين على طول دايما يبقى فيه حتة تواصل ان هم تسهيل عليهم حتة عضوياتهم في النادي الاهلي، وفي نفس الوقت كانت فرصة ليهم ان هم يتعرفوا على احدث منشآت النادي الاهلي والحاجات الانشائية الجديدة كلها اللي بتحصل. يعني الحمد لله يعني فرع التجمع الخامس على مساحة حوالي 50 فدان، في نفس الوقت الإقبال عليه كبير جدا لتواجد النادي الأهلي كالعادة في أي منطقة جديدة، يعني فإن هو ما كانش موجود فيها قبل كده يعني. فالحمد لله دي هتسهل الدنيا وفي نفس الوقت هتعمل مزيد من الرواج لأدويات النادي الأهلي اللي طبعا للصرف على الإنشاءات الكتيرة اللي هي خدمة الأعضاء دايما بتحتاج عضويات جديدة خصوصا في الفروع اللي هي بتنشأ حديثا يعني. فبادرة جميلة وإن شاء الله يبقى ليها على طول مردود وخطوات أخرى في باقي البلدان العربية الشرقية. نتائج الجلسات أو الاجتماعات بتاعت النهاردة كانت إيجابية؟ جدا الحمد لله، يعني إيجابية جدا في مع ضيق الوقت كمان، يعني لأن الترتيبات كانت قريبة جدا، ومع ذلك الحمد لله يعني كان في إقبال كويس جدا وبدأوا يتكلموا على كده. حتى من الحاجات الحمد لله الجميلة ان هم في برضو المصريين هناك، لأن التذاكر بتاعت المباراة الأولى نفدت كلها من على الموقع، فمشكورة شركة النادي الأهلي للخدمات. بكره هيكون في الاستاذه نسمة مديره في الشركه ان هي هتبدا طرح التذاكر ليهم هناك، تذاكر موجوده يعني هتتحرك بها لدبي للمصريين لمشاهده المباراه. ان شاء الله باذن الله، يعني ملف مهم جدا، مجهود كبير وعظيم من حضرتك من مجلس اداره النادي الاهلي، وده امر اكيد يعني مهم جدا. لكن في نفس الوقت بخلاف هذا الملف الناس كلها دايما بتتفائل زي ما قال الكابتن اسامه حسني في بعثات النادي. انا عن نفسي ما سافرتش معاك سفر غير لما رجعنا. شايف ازاي البطوله بظروفها يعني بمركز حضرتك عضو مجلس اداره النادي الاهلي، برضو الكلام ايه، التفكير ازاي بالنسبه للمجلس والكلام اللي بيوصل للاعيبه والجهاز الفني؟ لا برضو تانية أنا بكررها دي، هو الحمد لله الحظوظ والتفاؤل دي بالجماهير النادي الأهلي والمنظومة الجميلة كلها، يعني منظومة النادي الأهلي كلها هي إن شاء الله مبعث للتفاؤل، مبعث للفعل الحسن يعني. فربنا يوفقنا إن شاء الله، والأجواء كلها الحمد لله كالإخوة الإماراتيين استقبال حافل وضيافة، ورغم كل الصعوبات اللي بيقابلها النادي الأهلي إنما إن شاء الله نتمنى من ربنا ان يحالفنا التوفيق ويحالف المنتخب بكره ان شاء الله التوفيق في مباراته يا رب. فهو ده دور النادي الاهلي زي ما كابتن محمود الخطيب في كلمته قريب قالها، هو بيبقى الاول مصر وبعد كده النادي الاهلي، ان النادي الاهلي طول عمره هو في خدمه المنتخبات القوميه وفي رفع اسم مصر. فربنا يوفق المنتخب ان شاء الله ويوفق النادي الاهلي ان شاء الله ويفرح جماهيره العظيمه وجماهير مصر كلها. بشكرك استاذ طارق، بالتوفيق دايما. الف شكرا. سلام. ده كان لقائنا مع الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس لجنه العضويه بالنادي. بالمناسبه طبعا عايز اطمن كل الناس على المهندس خالد مرتجي، خبر اكيد كلنا عرفناه خلاص، يعني المسحه بتاعته بقت خلاص سلبيه، موجود معانا بشكل طبيعي في مقر الاقامه النهارده، حضر مران الفريق، ويعني متابعه مستمره منه كرئيس بعثه طبعا للنادي الاهلي هنا في ابو ظبي، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي في هذه البطوله. كابتن اسلام يا كابتن اسامه، العوده لكم في الاستوديو، تفضل. شكرا جزيلا زميلنا امير هشام، وطبعا كلام هام جدا فيما يخص بعثة النادي الاهلي في الامارات، وكلام مهم جدا قاله الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. الحقيقه اللي طمنا على النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه والرؤيه المستقبليه، وايضا طمنا على بعثة النادي الاهلي. طيب خلينا بقى نكمل كلامنا. انا عايز برضو اقول بالمناسبه، انا نسيت احنا بقى لنا ساعه عايزين نقول هذا الكلام. السنغال فازت على بوركينا بثلاثيه مقابل هدف واحد، وبالتالي السنغال الى المباراه النهائيه وتستعد لملاقات احد المنتخبين، ان شاء الله يكون منتخب مصر الحقيقه اللي عنده مباراه هامه جدا جدا بكره امام المنتخب الكاميروني. طيب بما اننا هنتكلم عن مباراه مصر والكاميرون، الكاميرون كريم ومصر احمد ثابت.
طبعا يا كابتن اسلام، عندنا مواجهه مرتقبه بكره مع المنتخب الكاميروني، للدرجه اللي وصلت صامويل ايتو في بعض يعني المحادثات مع اللعيبه في المحاضره الاخيره، وصل الامر لما يشبه الحرب، طبعا الحرب الكرويه، ولكن واضح ان الامر عند لعيبه الكاميرون وعند الجهاز الفني وعند صامويل ايتو على وجه التحديد مباراه حاسمه، لان هم طبعا باصين للقب. المنتخب الكاميروني شفناه من بدايه البطوله، واللي تابع مباراه الكاميرون هيلاقي ان هم ممتازين جدا على الناحيه الهجوميه، سيئين جدا 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 على الناحيه الدفاعيه، للدرجه اللي خلتنا قدام ان الفريق في الثلاث مواجهات في دور المجموعات استقبل هدف في كل مباراه من الثلاث فرق اللي قابلهم منذ البدايه. المنتخب الكاميروني بيلعب ازاي؟ بيقفوا ازاي في الملعب؟ المنتخب الكاميروني بشوفه بيقف بطريقه اقرب الى 4-1 و4-1. مدير فني كونسيساو في وجهه نظري اجاد في اختيار الطريقه دي، ان هو فعلا الفرقه مقسومه اثنين، مقسومه 5 و5 بكل امان. الخمسه الاماميين هم اللي شايلين مسؤوليه الفريق، وبتكلم على ثلاث لعيبه مهمين جدا عايزين نركز معاهم بكره. اول لاعب عايز اتكلم عليه هو اللاعب ده اللي احط عنده الدايره الصغيره دي، وهو اللاعب انجويزا. انجويزا رقم 8 في منتخب الكاميرون، هو لاعب نادي نابولي الايطالي، واحد من افضل اللعيبه الافارقه في نص ملعب في اوروبا، لعيب مميز جدا، وحتى الناس اللي بيحبوا يلعبوا لعبه الفيفا انجويزا تقريبا بينزل في تيم اوف ذا ويك او فريق الاسبوع تقريبا، يعني كل اسبوع تقريبا، لعيب مميز جدا جدا مع نادي نابولي وبيقدم مستوى جيد، وكمان المنتخب الكاميروني بيعتمد عليه كصانع العاب، لان طريقه اللعب بتاعت الكاميرون ما فيهاش صانع العاب. جنب انجويزا معلش يا كيمو، انت بتقول الكاميرون تابع 4-1-4-1، ممكن مدرب البرتغالي للكاميرون يغير طريقه اللعب زي ما شفنا وحيد خليوزيتش مدرب المغرب بعد ما كان بيلعب طول البطوله باثنين مهاجمين، جه في مباراه مصر لعب بمهاجم واحد، ممكن نشوف بكره تغيير في طريقه لعب الكاميرون، ولا هي خلاص طريقه ثابته عندهم؟ لا انا اشوف يا كابتن اسامه ان الطريقه هتفضل هي هي، ان هو اصلا ما عندوش خيارات كتيره زي المنتخب المغربي. المنتخب الكاميروني كمان انجويزا مش حتى بس ما بيلعب 8 كهو عشان هو مميز في الباسنج او مميز في الهجوم، لا ده واحد على الشق الدفاعي مميز جدا جدا جدا، وكمان الورك ريت بتاعه بيقدر يسترد وبيرجع يرتد لنص ملعبه بسرعه كبيره، فهو ما عندوش ازمه يلعب الطريقه دي طالما ان هي اصلا معتمده على انجويزا اللاعب رقم 8، وهنبص عليه بكره ان شاء الله. اللاعب التاني اللي عايز نركز معاه بكره اكيد طبعا ابو بكار المهاجم النصر السعودي اللي كل الناس مركزه معاه من زمان، بتكلم على توكو ايكامبي جناح نادي ليون الفرنسي، سرعه فائقه، لعيب مميز جدا، سواء حطيته على الجناح او حطيته في جنب ابو بكار كمهاجم تاني، يعني نقطه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها ان كوامي بيخش مع ابو بكار في كامبي، بيخش مع ابو بكار لما بتتقلب الطريقه ليه 4-4-2، وعشان كده شفنا كم الاهداف يا احمد اللي جت لمنتخب الكاميروني من الكرات العرضيه. احنا بنتكلم على اثنين طوال قامه كمان اقوياء على المستوى البدني، في اي تدخلات ثنائيه بيقدروا ياخدوها. طيب عايز اضيفه على ايكامبي ان هو اصلا بيلعب مع ليون ليفت وينج، بيلعب على الناحيه الشمال، مع المنتخب الكاميروني بيلعب على اليمين، وكمان بينقل بيلعب راس حربه صريع، فاحنا قدام مهاجم متكامل من كل الاوجه ومصدر خطوره شديده جدا. في وجهه نظري اكتر حاجه بكره الكاميرون هتلعب عليها هي الكرات العرضيه. صح كريم، تكمل الكلام كريم، يمكن لو منتخب مصر بقى ايه اللي خاف منه من الكاميرون؟ الكرات العرضيه بيعملوا كره، اكتر فرقه في البطوله عامله كرات عرضيه منتخب الكاميرون، بيعمل 24 كره عرضيه في الماتش الواحد، دي اول نقطه قوه. النقطه الثانيه زي ما كريم قال، يمكن هم عندهم ايكامبي احيانا بيلعب شمال واحيانا يمين، ايكامبي دايما بيبقى في ظهر يعني تعالى مثلا نبدا بالحالات اهو، اول حاله معانا مثلا لما نيجي نبص زي ما احنا شايفين كولينز فاي بس جنب واحد عرضيه من ناحيه اليمين، عرضيه من ناحيه اليمين، ده كولينز فاي اهو بيرفع زي ما احنا شايفين، مين اللي رايح، مين اللي قاطع؟ ابو بكر. بص يا كابتن اسامه، ابو بكر بيتحرك، وكابتن اسلام بص المساحه اللي ما بين الاثنين المساكين، دايما بيقطع في العمق، دايما ابو بكر ده بيقطع في المساحه ما بين الاثنين المساكين كده اهو، بالظبط اهو ابو بكر بيقطع في المساحه دي ما بين الاثنين المساكين دايما في كل الاهداف كره عرضيه. طب انا هنا قدامي لازم يا اما امنع العرضيه. يا دكتور منتخب مصر وقف الخطوره ازاي؟ احمد حجازي من العناصر الاساسيه، واهم حاجه بيمتاز بالطول،
صح. النهارده ازاي ممكن بكره نشوف ايمن اشرف ولا نشوف الونش من البدايه الافضل مين يكون موجود جنب عبد المنعم؟ طبعا خساره كبيره في ماتش احمد حجازي في ماتش زي ده، لانه هو واحد من اهم اللعيبه واهم المساكين في الكرات العاليه، وبكره انت بتقابل الكاميرون اللي هم مميزين بالالتحامات الهوائيه. انا شايف طبعا الونش افضل بكتير، الونش وجنبه ثلاثه، الونش وعبد المنعم وقدامهم حمدي فتحي. حمدي فتحي جاهز ان شاء الله، وابو جبل برضو تاكد جاهزيته يعني ان شاء الله، يبقى ابو جبل والونش ومحمد عبد المنعم وقدامهم حمدي فتحي، لان حمدي فتحي بيتحول كليبرو زي ما عملنا في ماتش المغرب، يقدر يبقى انت محتاج واحد في الكرات العاليه. عبد المنعم الحمل بكره عليهم كبير جدا يعني. عبد المنعم والونش وحمدي فتحي الثلاثه ان هم يقدروا يقفلوا لك. تعال بص يا كابتن اسامه وكابتن اسلام اللعبه دي برضو، اهو ده ابو بكر اتحرك فين؟ في المساحه اللي هي ما بين الاثنين المساكين، برضو نفس الشكل في العمق نفس الكورة. تعالى برضو لعبة تانية اهي، دي برضو منين؟ من الجنب اليمين. الجنب اليمين على فكرة كولينز فايل باك رايت ده عامل 3 اسيست هجوميا ممتاز. من اقوى اسلحة الكاميرون هو الباك رايت كولينز فايل اللي بيعمل الاوفر بالعرض. مين اللي بيتحرك يا كريم في الاول؟ الاولاني ده مين؟ اللي دايما واحد بيقطع القريبة ودايما واحد قاطع البعيدة في التحركات، عشان كده المساكين لازم انا اكون حاميهم بتالت. زي ما كابتن اسامه قال ان انا عايز واحد ثالث، هو ده اللي يعمل الدور ده حمدي فتحي. يبقى واحد هيروح، لازم نخلي بالنا ايكامبي او ابو بكر دايما بيقطع القريبه، وايكامبي هو اللي بياخد البعيده او العكس. هم دي نقطه خطورتهم. عندك اثنين يعني حمدي فتحي تواجده مهم عشان يبقى كانه مساك ثالث مع الونش ومع محمد عبد المنعم، طبعا عشان يقفل لك خطوره الكاميرون في الكرات العرضيه. انت بتقابل بكره اثنين مهاجمين مزعجين جدا، نقطه سلاحهم الكرات العرضيه. هم 4-1-4-1 ولكن احيانا كتيره بتتحول 4-4-2 بوجود ايكامبي دايما كمهاجم جنب ابو بكر، دايما الاثنين جنب بعض زي ما احنا شايفين الصوره دي. بص برده الصوره اللي بعدها نفس الشكل، راحت ادي مين اللي قطع القريبه؟ ده ابو بكر. مين اللي على البعيده بقى؟ ايكامبي هو اللي دخل. ايكامبي ايكامبي ده في ماتش جامبيا الاخير. فبالتالي واحد دايما 6 اهداف، واحد جايب 6، ابو بكر جايب 6، وايكامبي جايب 5. ال 11 هدف هم اقوى خط هجوم. فاثنين لعيبه بيمثلوا نقطه قوه بكره، الخطوره كلها في الكرات العرضيه. في نقطه كمان غير الكرات العرضيه عايز اتكلم فيها، يمكن كريم اتكلم على انجيزه. انا برضو في كريم مارتن هونجولا اللي هو اللي جنبه ده برضو بالنسبه لي مفاجاه في البطوله. يعني انجيزه بيلعب في نابولي عارفينه، لكن ده اللي بيلعب في فيرونا مفاجاه، ده عامل 3 اسيست اللي هو اللعيب رقم 18. هنا دور مين مهم جدا؟ مين اللعيب اللي هيقرب من رقم؟ انا مستني بكره الماتش عشان اشوف تعليمات كارلوس كيروش مين اللي هيمسك اللعيب اللي عليه السبوت ده. ليه؟ لانه دايما بيعمل تمريرات. بص في المساحه اللي هي ايه اهي، ادي المساحه اهي. بص ابو بكر بقى هيعمل ايه، بتتلعب في الحته دي. مين اللي بيلعبها؟ اللي هو هونجولا اللي هو مين اللي هيلعبها له بقى؟ بص بتلعبها من فوق المدافعين في الحته دي بالظبط. فانت النهارده دور مصطفى محمد اللي بنتكلم عليه، دور مصطفى محمد في عملية الضغط على سفيان مرابط في مباراة المغرب، والضغط على جان ميشيل سيري في مباراة كوت ديفوار، لازم بكرة مصطفى محمد يقرب من رقم 18. وكذلك النني دوره مهم جدا 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 ناحية اليمين، لأن الجبهة ناحية اليمين بتاعتنا اللي فيها عمر كمال بيروح فيها أكتر من لاعب، يعني أبو بكر بيتحرك فيها. بص في الصورة دي مثلا، اعمل ديليت بص في الصورة دي في كام واحد؟ أدي واحد، أدي أبو بكر رايح عشان يقطع في المساحة دي، وأدي الثاني اللي هو الايكامبي، والثالث وادي الجناح الشمال، وادي رقم 18. فانت عندك ثلاثه لازم تقفل الجبهه دي بقوه، لازم النني يكون رايح بيرحل عليك، لازم حمدي فتحي برضه بيقفل العمق. ولازم في نفس الوقت مصطفى محمد ان انا امنع الخطوره من بدري جدا. تعالى برضه نبص على الصوره دي، الكره اهي جت لابو بكر، دي اللي انفرد فيها نفس الشكل بالظبط. تعالى بص برضه الكره، لا دي 7، هي لا بس هات الكره اللي فاتت دي يا احمد، معلش اللي فاتت، هات الكره اللي فاتت اللي هي دي العرضيات. عايز اقول لكم على حاجه في دي، اتفضل، لانه لازم، لا اللي جايه اللي بعدها هي كانت معموله صح، اللي بعد دي بعديها بقى، هات اللي بعدها. اتفضل. ايوه دي دايما في الكرات اللي زي دي طبعا اسامه هيبقى يعني الحاجات دي، لانها هو هنا المدافع حط نفسه بره اللعبه يا اسامه، حط نفسه بره اللعبه تماما. لانه خلاص هو خد الكوره وحط الراجل في ظهره، يعني هو انا لو واقف كده اخدت الراجل في ظهري ورايح اجيب جون زي ما هي باينه كده قدام. ابو بكر الاقرب انه يسدد بشماله، فرصه اكبر، ده عنده كل الفرص، عنده ان هو يسدد بشماله، هو خلاص خده في ظهره. وبالتالي لازم نبقى واخدين بالنا بكره من نقطه زي دي، لان دي نقطه مهمه جدا 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 في كيفيه الدفاع المصري في كره زي دي. لان ممكن كره واحده زي دي، كره واحده بس تخلينا
لا قدر الله لا قدر الله يحصل ان احنا نتغلب ولا او يخش على واحد معاه بكر يا كابتن اسلام صعب ان هو بدنيا كمان يعني هو عارف بالك يا كابتن اسلام اللي احنا شفناه في مباراه كوت ديفوار وشفناه في مباراه المغرب كيروش بيضيق دايما المساحات وبيعتمد على محمد صلاح في الانطلاقات كان على تريزيجيه كان على عمر مرموش فالنهارده المساحات دي مش هيلاقوها بكره منتخب الكاميرون خاصه ان بكره اول مباراه حقيقيه وقويه لمنتخب الكاميرون في البطوله مظبوط الدوائر اللي انا حطيتها بص كام واحد بيهاجم بكام واحد واحد مأمن 10 على 10 اللي هو رقم 25 او 25 بعدين عندك واحد اثنين ثلاثة ومن قدامهم ابو بكر او ابو نعم. بكر وبالتالي انت لما بتيجي تهاجم تهاجم بخمسه وعندك خمسه مأمنين ورا ده منتخب انا بشوف يعني انتوا بتقولوا ان المنتخب ده اقل دفاعيا شويه لا انا بشوف ان هو لما يجي يلعب هنا اعتقد كانوا بيلعبوا ده كان جزر القمر وخلي بالك ده المفروض ان ده فريق اقل منهم بكتير ولكن ما عندهمش راس حرق ما عندهمش حارس مرمى عندهم حارس مرمى ما عندهمش حارس مرمى ولكن كان بيهاجم بخمسه وفي خمسه واقفين ورا فما بالك لما يجي لاعب منتخب مصر النقطه دي مهمه جدا لانه انا بشوف ان الناحيه الدفاعيه هي اللي هتفرق معانا كتير جدا في موضوع منتخبنا الوطني اللي احنا برضه اتفضل تاكيدا لكلام كابتن اسلام الكاميرون ما خرجتش بكلين شيت غير مباراه واحده بس من الخمسه اللي لعبوها يعني ماتش واحد بس ده بياكد ان هم عندهم مشاكل دفاعيه كبيره جدا انت بتلعب على ارضك انا بقول عندهم مشاكل وكل حاجه لكن الهجوميا اقوياء طبعا نشرح بقى نقاط الضعف عشان ما تبقاش الصوره كلها ان الكاميرون يعني وحش كاسر لا لا, لا يقهر لا الكاميرون عندها مشاكل كبيره جدا وانا جايب حاله لطيفه جدا بصراحه حاله ظريفه قوي قوي عجبتني اللي هي مبينه المشكله اللي عند المنتخب الكاميرون وهي من مباراه الكاميرون واثيوبيا الهدف الاثيوبي لما تيجي نبص عليه حصل ازاي من بدايته هنلاقي ان في كارثتين حصلوا من الاثنين فول باكس اللي انا بتكلم عن نقطه ضعف المنتخب الكاميروني في وجهه نظري دفاعيا هما الاثنين فول باكس سواء كولينز فاي لاعب نادي ستاندرد لياج البلجيكي او طولو نوهو لاعب سياتل واندرز ساوندرز الامريكي ببساطه الهجمه الاثيوبيه بدات يا كابتن اسامه من الجبهه اليمنى لاثيوبيا اللي هي اليسرى للمنتخب الكاميروني اللي هي بيلعب فيها طبعا فاي في اللعبه دي خرجوه بره اللعبه بلعبه بسيطه جدا اتعمل 1 2 ما بين اثنين لعيبه واللاعب خد المساحه اللي ورا فاي وفاي فضل يتفرج عليه متخيل ان الراجل مش هيجري ولا هياخد اي مساحه منه نبص على الصوره اللي وراها ونشوف لاعب اثيوبيا وصل لفين ونبص فاي وصل فين ده فاي كان في مساحه نشوف المساحه اللي كانت ما بينه وما بين اللاعب الاثيوبي كانت قريبه جدا كان معاه يعني كتف الكتف اتعمل ال1 2 وهو واقف والتاني جري وسبق هنا بقى في الصوره دي عايز نبعد تماما عن اللعبه اللي هناك بلاش نركز مع عايزين نركز مع الراجل ده عايزين نركز مع طوله طوله في اللعبه دي راجع بيحاول يعمل دور المساك اي دور فول باك في الناحيه الدفاعيه لازم يضم للداخل عشان يعمل دور المساك وجاي من وراه اللاعب الاثيوبي لا احط عنده علامه الاكس وماشي ولا له دعوه بالحياه خالص وسايب طوله بيجري قدامه نبص في الصوره اللي وراها نشوف طوله هيعمل طبعا شفنا الغلطه الاولى اللي حصلت عند فاي شوف طوله في اللعبه دي حصل ايه من اللاعب الاثيوبي اللاعب الاثيوبي خد قرار انه بدل ما ينطلق بشكل طولي ضحك على طوله قال له لا انا شايف انت بتنطلق اتجاه مرماك ومش باصص عليا فانا هخش بشكل في للعمق وانت مش شايفني طبعا طوله مش واخد باله لان طبعا ده جزء من الذكاء الدفاعي عند الفول باك ما خدش باله خالص من الراجل ان هو الراجل بيقطع عرضي ما بيقطعش طولي وبالتالي وجدنا نفسنا في الحاله الرابعه وكان في وشوف برده المساحه يا كابتن اسلام الراجل كان بعيد جدا جدا عنه خطف الخطوتين ووب دخل لقى نفسه مواجه للمرمى وخلاص طبعا الصوره يبقى ده بيخلي نقول ان عمر مرموش محمد صلاح يجي من بره لجوه دايما الحته اللي ما بين المساك وما بين الباك دي افضل نقطه ممكن يشتغلوا فيها بالظبط وكمان عندهم مشكله يا كابتن اسامه ان هم ما بيتحركوش مع الكوره يعني حتى مع اللاعب هم ممكن تتفضل تمام
لا كمل الناحيه الدفاعيه. كل بس عايز اقوله ان طوله في اللعبه دي فعلا بنتكلم على ذكاء يقترب من الصفر، ان انت النهارده كل ركزت فيه ان انت عايز ترجع لمنطقه الجزاء تقف بجسمك وانتهى الموضوع، مش شايف مين اللي جاي وراك، وبالتالي لاعب الاثيوبي قدر ان هو يضحك عليك بخدعه بسيطه جدا واصفر عنها الهدف. طيب منتخب مصر، منتخب مصر بقى التشكيل يعني الافضل بكره للمنتخب المصري من وجهه نظري، طبعا في حراسه المرمى محمد ابو جبل، نتمنى ان هو يكون جاهز يعني بنسبه 100%. كل الاخبار اللي جايه بتقول ان هو جاهز وان هو شارك في التمرين 100%. يعني نيجي للاثنين المساكين محمود الونش ومحمد عبد المنعم، اعتقد ان محمد عبد المنعم هو اللي هيبقى يمين والونش هو اللي هيبقى ناحيه العدله بتاعته الشمال، على حسب العدله بتاعته. وناحيه الشمال احمد ابو الفتوح، ناحيه الشمال اليمين عمر كمال عبد الواحد، قدامهم حمدي فتحي. ليه حمدي فتحي؟ قلنا عشان خطورتهم دايما في العرضيات، هو اللي يقفل حته العمق الدفاعي بتاعتنا ويدينا الحمايه ويعمل تغطيه للاطراف. للثلاثه محمد النني ناحيه اليمين وعامل دور مهم جدا في خلال البطوله في التغطيه على عمر كمال عبد الواحد. ناحيه الشمال عمرو السوليه يقدر يقفل مع الجبهه اليمين القويه اللي فيها كولينز فاي وفيها بيروح له اوكاندي وبيروح له نيكولاس فيها، فجبهه قويه جدا، يقدر عمرو السوليه يعمل جبهه قويه مع احمد فتوح. الثلاثة اللي قدام طبعا لا خلاف على محمد صلاح، عمر مرموش ومصطفى محمد. ليه مش تريزيجيه؟ اعتقد ان تريزيجيه بفايق بس برضه لسه بدنيا ما ياخدش من البدايه من 90 دقيقة، ممكن يبقوا 120. زيزو ورقة رابحة معاك، ممكن تغير ورقة رابحة، وزيزو ورقة رابحة، زيزو تغييرة كويسة، بينزل يغير لك الريتم بتاع الماتش، بيحول لك بيديك سرعة تحول قدام، بيديك قوة بدنية أكتر، لأن احنا برضه في نقطة مهمة جدا، احنا لعبنا 120 دقيقة ماتشين قدام المغرب وقدام كوت ديفوار. الكاميرون ما لعبتش 120 دقيقه. ودي خلينا اسالك يا دكتور، طب البدايه احنا شفنا البدايه في المغرب بيدخل فينا هدف، واحنا لاعبين خارجين من ماتشين جامدين قوي 120 دقيقه رايحين لمنتخب مريح، البدايه بتاعتنا واحنا بنلعب الكاميرون وسط جماهيره نضغط من فوق ولا نستنى ونسيب لهم تلت ملعب ونسيب لهم الكره ونشتغل بعد كده في المساحات؟ انا شايف البدايه لازم تستحوذ على الكره اكتر، لازم تعمل اكبر عدد من التمريرات لسبب ان هم جمهورهم متعصب جدا ومتحمس وهيملي الملعب. بكره منتخب مصر حوالي 600 او 700 فرد بس، فالملعب هيبقى مليان على الاخر من الجمهور، فانت لازم، وهم كمان على فكره هيبقوا خايفين منك. يعني انا عندي احساس ان المدرب بتاعهم ممكن يلعب بثلاثه ورا. ليه؟ لان هو عنده مشاكل، بيلعب اصلا ثلاثه في التصفيات في البطوله دي، ما لعبش خصم قوي، فممكن بكره ده برده زي ما عمل مدرب منتخب المغرب، كان بيلعب على طول باثنين راس حربه في مباراتنا، راح لعب ب 4-3-3 ولعب بمهاجم واحد، فممكن بكره منتخب الكاميرون يكون عامل لنا 1000 حساب ويلعب بخمسه ورا، يلعب بخمسه 3-2 يبقى اكامبي وبكر قدام ويلعب بيه ثلاثه مساكين. فانت لازم تستغل الشخصيه اللي مصر بنت بيها في البطوله دي، ان انت تعمل اكبر عدد من التمريرات عشان تمتص الحماس الجماهيري بتاعهم، ويا سلام لو جبنا جون بدري هتبقى طبعا حاجه كويسه جدا يعني. طيب اذا دي مباراه مصر والكاميرون، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر يقدر يوفقنا بكره ان شاء الله في هذه المباراه الهامه جدا والصعبه جدا. سريعا جدا برضو عايزكم تكلمونا عن مباراه الجزيره الاماراتي وفريق بطل تهيتي. اتفضل. الجزيرة الإماراتي طبعا يا كابتن إسلام زي ما احنا شايفين كده عنده اكتر من لاعب مميز، يعني لو استعرضنا حتى المعدل العام بتاعه، لو جبنا نجيب الارقام بتاعه المعدل العام، عندهم لعيب برازيلي اسمه برونو لوفيرا صانع العاب مميز، عندهم فيكتور صا البرازيلي لعيب كويس جدا، عندهم علي مبخوت ده اغلى لعيب طبعا الهداف ثامن ترتيب الهدافين التاريخيين للمنتخبات الهدافين الدوليين. أيوة. ده المعدل العام للفريق بتاع الجزيره الاماراتي، معدل استحواذه مع الكوره 59%، معدل التمريرات بيعملوا 588 تمريره، عاملين 80 فرصه في الدوري، اهدافهم جايبين 22 هدف يعني قوه هجوميه برضو 1.7، عندهم مشاكل دفاعيه داخل فيهم 17 هدف، معدل محاولاتهم 12، بيعملوا عرضيات كتيره جدا عاملين 120 عرضيه. نجيب برضو الارقام بتاعت نقاط القوه، مين ابرز اللعيبه فيهم؟ في لعيب مميز قوي اللي هو عبد الله ديابي، يعني اتمنى الناس تتابعه في البطوله دي، اللي هو اللعيب المالي ده، كان بيلعب في سبورتنج لشبونه وبيلعب في اختافي وبشكتاش وكلوب بروج، اللي هو هداف الفريق ده، بيلعب جناح ولعيب مميز قوي بالتسديدات، بيشوط من اي حته في الملعب. عبد الله ديابي ده من هداف الفريق، جايب 5 اهداف. هداف الفريق برده عبد الله رمضان ده صانع العاب 4 اهداف، وعلي مبخوت اللي اتكلمت عنه واحد طبعا من الاساطير عندهم هناك في نادي الجزيره، هو الاكثر محاولات على المرمى، التمريرات الاكثر تمريرات عبد الله رمضان عامل 1171 تمريره، العرضيات محمد ربيع اللي هو المغربي الباك رايت بتاعهم عامل 21،
المراوغات جواو فيكتور اللي هو البرازيلي الجناح الشمال، دايما البرازيليين ممتازين في حته المراوغات. الفرقه دي فرقه قويه، اعتقد ان هي هتكسب بكره. مواجهه سهله. مواجهه سهله بالنسبه لهم، بس هيلاقوا صعوبه بقى في المواجهه اللي بعد كده قدام الهلال السعودي. لان الهلال السعودي قصه ثانيه وجايبه صفقات. الهلال السعودي دي قصه لطيفه جدا ممكن نتكلم فيها خلال الايام اللي جايه. اذا الجزيره الاماراتي هو الاقرب من الاقرب طبعا للفوز غدا في الافتتاح. هذه المباراه الاقرب للفوز غدا في الافتتاح بالتاكيد، لانه فرقه قويه جدا وعلى ملعبها يعني. عموما نتمنى، انا شخصيا اتمنى كل التوفيق للجزيره الاماراتي طبعا، وبكره يعني بيلعبوا في ملعبهم وسط جمهورهم، الحظوظ الاكبر ليهم. خاصه سمعنا مدرب اوكلاند سيتي السابق البطل تهيتي مشواره يعني، وقال لك انا مش عارف قالك يعني فريق مجهول ما اعرفش عنه اي حاجه. فمش في الصوره يعني. فنتمنى طبعا للجزيره، فريق عربي كمان، نتمنى كل التوفيق ان شاء الله. ملوش قيمه تسويقيه، الداتا حتى عنده صعبه، مفيش قيمه تسويقيه على موقع ترانسفير او اي موقع يعني، ملوش قيمه تسويقيه، ما تعرفش تجيب حتى تشكيلهم عامل ازاي، صعبه قوي يعني. متفائل يا كيمو بالبطوله؟ طبعا يا كابتن حسام، بس نقل المشكله ان الماتش بكره جاي في ماتش منتخب مصر. فاكيد طبعا جمهور مصر مش هيقدر يتابع المباراه بالشكل الامثل للاسف. احنا يعني متعه مونديال الانديه في البدايه مش هتبقى في افضل حالاتها بسبب التداخل في المواعيد ما بين البطولتين. نتمنى ان شاء الله منتخب مصر اكيد طبعا يفرحنا بكره باذن الله ويتاهل لمواجهه السنغال. اكيد ثلاث مواجهات في اقل من تقريبا شهر واسبوعين ان شاء الله، يبقى بين مصر والسنغال فاينل كاس امم ومواجهتين ان شاء الله المونديال باذن الله. باذن الله اذا قدرنا نعملها تبقى حاجه مميزه، وكمان نتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي لما يبدا مشواره يوم السبت باذن الله ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا على تواجدكم معنا، كريم سعيد واحمد ثابت. ان شاء الله نكمل بكره ان شاء الله بقيه فرق كاس العالم للانديه. اسامه خلينا نطلع نشوف امير هشام عمل لقاء مع بدر بنون اللي طلب الحقيقة أنه يكون متواجد لمؤازرة اللاعبين في بعثة النادي الأهلي. كان متواجد بدر بنون وكان متواجد أمير هشام بعد عناء طويل جدا. إيه اللي حصل وماذا قال بدر بنون؟ نطلع فاصل ونطلع نشوف تقرير مع بدر بنون، وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل أحد نجوم النادي الأهلي الكبار، النجم الكبير كابتن أحمد رؤوف هيكون في ضيافتنا بعد هذا التقرير وهذا الفاصل. كابتن أحمد رؤوف. الحمد لله أنا لسه واصل على الإمارات علشان أدعم زملائي وأصحابي، وأتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله في البطولة دي. وأولا عاوز أبارك لحبيبي وأخوي إسلام الساطر على البرنامج الجديد بتاعه الأهلي في المونديال، وأتمنى إن شاء الله أننا نكون عند حسن ظنهم إن شاء الله في البطولة دي. شفنا الترحاب الشديد اللي استقبله يعني لاعيبه النادي الاهلي البدر بنون والجهاز الفني والاداري، بكل تاكيد كابتن سعد عبد الحفيظ، وحديث مطول معاه. العلاقه دايما ما بينك وبين زمايلك كويسه، واكبر دليل على كده ان انت كنت حابب قوي ان انت تكون موجود رغم انك مش هتشارك في بطوله مهمه زي دي، وانا عارف ان دي حاجه صعبه لاي لعيب، لكن عايز اتكلم في الجزئيه دي تحديدا، العلاقه ما بينك وما بين اللاعبين وبينك وبين الجمهور اللي كان قلقان عليك جدا وبعت لك رسائل كتير جدا عشان يطمن عليك. بص والله الحمد لله من اول ما نزل الخبر كده تلاقيت كل اللاعيبه وكل الناس الشغاله في النادي هنا، لا مسؤولين لا اداريين لا الناس لا من جمهور النادي الاهلي برضه لا من لاعيبه، كل يوم كانوا بيبعثوا لي رسائل، وبخصوص تبقى رسائل تحفيزيه علشان ما ازعلش ولا حاجه. بس الحمد لله انا من اول يوم ما سمعت الخبر والله قلت حاجه بتاعت ربنا، قدر من ربنا، الحمد لله على كل حاجه. والحمد لله العلاقه بين كل اللاعبه هنا في النادي الاهلي هي علاقه اخوه قبل كل حاجه. وبود اشكرهم على قناه الاهلي، بود اشكر كل اللاعبه على دعمهم، واتمنى لهم زي ما قلت لك انهم يداروا بوجه مشرف النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي. يا حبيبي طيب. اخيرا بقى هتكلم معاك عن البطوله نفسها، بطوله صعبه، الاهلي بيواجه ظروف صعبه شويه بخصوص اصابات كتير، غيابات مع منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه من اللعيبه الدوليين. ازاي بتشوف مشاركه الاهلي في البطوله دي ورسائلك للعيبه زمايلك قبل انطلاق اول مباراه باذن الله؟ بص انا اقول لك على حاجه وهي حقيقه، انا اول ما نزلت على النادي الاهلي هنا سمعت مقوله بتقول الاهلي بمن حضر. الحمد لله الاهلي بيتوفر على لعيبه كويسين، احنا ما عندناش لاعب اساسي ولا لاعب احتياطي، الحمد لله في تركيبه بشريه كبيره، ممكن اي حد
ينزل الملعب يموت نفسه علشان خاطر النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. زي ما قلت لك بتمنى لكل لاعب يكون موجود في اليوم ده انه يكون كويس وموفق من ربنا، لاننا كلنا بندافع على حاجه وعلى الشعار اللي وراه جمهور كبير قوي قوي. بتمنى التوفيق لكل اللاعبين اللي راح يكونوا موجودين في الملعب، وان شاء الله انا عندي احساس ان شاء الله اننا حنعمل بطوله كبيره ان شاء الله. اخيرا بقى عشان اقفل بعد ما يعني نقفل ملف النادي الاهلي واتطرق معاك سريعا لمنتخب مصر والمواجهه اللي كانت مع المنتخب المغربي الشقيق، وازاي تابعت المباراه دي؟ انت يعني كنت ضمن بعثه منتخب المغرب لكن الاصابه عطلتك عن البطوله، تابعت المواجهه ازاي والحماس الشديد اللي كان موجود في الملعب اللي كان عكس طبعا العلاقه الممتازه جدا، وشفنا لقاءات كوب بلاعيبه منتخب مصر والصور التذكاريه مع صلاح، ويعني علاقه كانت ممتازه جدا. طبيعي الملعب بيبقى فيه ضغوط وبيبقى فيه شده وكل واحد بيدافع عن منتخب بلده، لكن عايز اكد من خلالك على العلاقه الكويسه ما بين لاعبي منتخب مصر ولاعبي منتخب المغرب، وطبعا بدايه ازاي تابعت اللقاء ده؟ بس خلي بالك والله ما حصلش حاجة، دي زي ما قلت انت ماتش في الملعب خلاص ممكن تتوقع اي حاجة، بس برا الملعب كنا زي الاخوات. كنا شفت لعيبة بتاع مصر بعد المباراة جاوا كانوا بيواسوا لعيبة بتاع المغرب، واحنا كمان انا قابلت لعيبة هناك. الحمد لله الامور كانت طيبة من قبل الماتش لغاية ما بعد الماتش. احنا كشعبين الحمد لله احنا بنحب بعض، الشعب المغربي بيحب الشعب المصري والشعب المصري بيحب برضو الشعب المغربي، وكلنا شفنا الصور والرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي. دي في الاول في الاخير بتبقى مباراه كره القدم، ومبروك انا اقول مبروك المنتخب المصري وهارد لك لمنتخبنا، وان شاء الله احنا اسفين لجمهورنا الجماهير المغربيه، اسفين على ما كناش كنا عاوزين نوصل لابعد نقطه في البطوله دي، بس قابلنا منتخب كبير، والكوره في الاول في الاخير بتبقى فوز وخساره وتعادل. الحمد لله كان يوم المنتخب المصري، بس ان شاء الله احنا حن نحاول نبسط الجمهور المغربي من خلال او ان شاء الله الكاس العالم مقابل الجاي. اختم معاك برساله لجمهور النادي الاهلي بقى اللي اطمن عليك من خلال اللقاء ده. بصوا انا الحمد لله والله بصحه جيده والامور كلها تمام، هي بتبقى شويه فحوصات ان شاء الله، وارجع لكم على السنه دافع على النادي، وخليكم سندينا في البطوله دي وسندوا كل اللاعبين ان شاء الله على السنه نظهر بوزن مشرف للنادي الكبير ده. شكرا.